أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم وصفاتنا شوي متنوعة، رح نعمل أول إشي شوربة الفطر، أما الوصفة الثانية رح تكون سلطة الكينوا اللي صار عليها هلأ كثير إقبال وعم تنعمل بعدة أشكال. طبقنا الرئيسي رح يكون شاورما الدجاج مع صلصة التومية وخبز الشاورما المنزلي. الحلو رح نعمل كرات سميد بالشوكولاتة. أما بالنسبة لوجبة السحور رح تكون محرزة هالمرة ورح نعمل برجر الدجاج مع صلصة الأفوكادو. خلينا نشوف مقادير شوربة الفطر وأكيد نتلاقى كالعادة بالاستوديو لنبلش التحضير. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا سر الطبخة. بعد ما شفنا مقادير شوربة الفطر أو كريمة الفطر خلينا نبلش بطريقة تحضيرها. طبعاً هاي الشوربة من الشوربات اللي كتير بسيطة بس كتير محببة، يعني ما بعرف يمكن الناس أو كتير قليل الناس اللي ما بتحبها. فخلينا نبلش أول إشي نحط شوية زيت نباتي. هلأ عادة بتنعمل زيت وزبدة أو زبدة، أنا حطتها اليوم بس بالزيت. نستنى الزيت شوي يحمى وبعدين بننزل عليه البصل المفروم. هلا نبلش بالبصل. معظم شوربات الكريمة بنعملها بنفس الطريقة، شوربات الكريمة مش كل الشوربات، يعني بنبلش نقلي مثلا بالبصلة شوية ثوم إذا بدنا، نفس الخضرة اللي بدنا نعملها كريمة مثلا الفطر أو كريمة الإسبارغوس أو كريمة البروكلي. فمنبلش نقلي الخضار نفسها وبعدين بنغمرها بمرق الدجاج أو بالمي إذا ما عندنا مرق دجاج، بس ما بنغمرها كتير يعني لحدية الحفة محل ما هي موصلة الخضار، وبعدين نهرسها على الخلاط ونضيف لها الكريمة بالآخر. فهي كتير بسيطة يعني هاي الشوربات. هلأ بنقلي البصل منيح، بنحط عليها شوية ثوم مفروم، طبعاً لازم الفطر الطازة عليهم، وكمية الفطر كتير بتكش، يعني الفطر من الخضار اللي كتير بتضاءل حجمها على النار، فإذا بدكم تعملوا مثلاً لكمية لعدد كبير بدكم تضاعفوا الكمية مرتين أو ثلاثة. هلأ بنحط الفطر الطازة، بنحركه مع البصل ومع الثوم. نستنى حتى شوي بس هيك يدبل معنا الفطر مش كتير، بعدين بنحط عليه المرقة. نقدر هلأ نضيف شوية ملح فلفل، تقريبا معلقة من الملح وفلفل أسود أسكى يكون طازة. وهلأ رح أحط كمان شغلة اللي هي معلقة الطحين. فهلأ الطحين شو رح يعمل معنا؟ الطحين أول إشي رح يكثف لنا الشوربة، فما بطلع يعني قوامها كتير مرق، بطلع لها زي ما بنقول عرق، في عرق للشوربة بيكون. خلينا نحط هلأ معلقة الطحين، منحمصها شوي مع الفطر. هلأ منحط المرقة، ما منستنى على الفطر أكتر من هيك، ما منا إياه يدبل كتير. نحط مرق الدجاج، هلأ بعد ما يغمره بس شوي صغيرة، ما بدي أكتر المرق كتير، بدي أغطي عليها أخليها بس هيك 10 دقايق حتى يطرى الفطر كتير وبعدين بنهرسها. هاي الشوربة صارت تمام، وضعها جاهز، رح نبلش نهرس فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. صارت الشوربة جاهزة هلأ. أنا بحب يكون فيها هيك شوية قطع كبيرة chunks، إذا بدكم إياها أنعم اطحنوها أكتر. هلا بنضيف عليها الكريمة الطازة، كتير كتير أطيب لما بتنعمل كلها بفطر طازة. في ناس بخلطوا مع معلبات بس صراحة هيك كتير أطيب.
حركها شوف كيف صار لونها بعد الكريمة. ممتازة. خلينا هلأ نفرم شوية شايفز أو توم معمر حتى نضيفه على الشوربة. لازم نفرمهم بطريقة هيك تكون شوي ناعمة. هلأ التوم المعمر كتير بيشبه البصل الأخضر، يعني هو بين التوم والبصل طعمتهم أو نكهتهم. هلأ رح نخليهم هون ونبلش نسكب بشوربتنا ونحط عليها التشايبز. شوربة كتير بسيطة زي ما شفتوا، سهلة ما بدها كتير تعقيد. ودائما بلاقي الناس بتحب تطلبها بالمطاعم يعني، فهيك صار عندكم طريقتها في البيت. خلينا بس شوي ننظف الأطراف ونضيف آخر إشي التشايفز أو التوم المعمر. وهيك منحضر شوربة كريمة الفطر. هلا رح نحضر سلطة الكينوا. الكينوا طبعا هلا طالعة موضتها كتير والكل عم بحب يعملها، لأنها طبعا فيها كتير من المعادن والفيتامينات ومصدر جيد للناس اللي عم بحاولوا يعملوا دايت أو يخففوا وزنهم. هلا المقدار الصحيح لسلطة الكينوا حتى تطلع معنا مزبوطة بهاي الطريقة، تكون كلها مفصولة عن بعض ومش معجنة، لازم نحط هون مقدارين من المي لمقدار الكينوا، يعني عنا كوبين مي لكوب واحد من الكينوا. هلا بدي أحط كوب، خلينا وزنه مزبوط، فإذا المي ضعف كمية الكينوا. وعادي بنخلي المي تغلي بعدين بنسقط الكينوا عليها وبنحركها كل فترة مع التغطية، يعني بنغطي عليها وبنحرك عليها. هلا بنجيب بس معلقة نخلطهم منيح وبنسكر عليها وبنخليها تتفلفل زي الرز. رح أوطي النار وأشتغل بالجاهزة اللي عندي. هلأ هاي الكينوا عنا هون مبردة وجاهزة للشغل، هيك بتصير يعني مش ملزقة وملقطة على بعض، بتكون مفصولة القطع عن بعض. بدنا نضيف عليها مقادير الخضار وبعدين نعمل الدريسنج لحال ونضيف الدريسنج عليها. أول شي بدي أحط بندورة مفرومة. طبعا بتقدروا تضيفوا أي خضار أنتوا بتحبوها، في ناس بتضيفوا لها كوسة تكون مسلوقة، في ناس بحطوا أفوكادو، بتقدر تحطوا أي شيء أنتوا بتحبوه. في هون عندي حمص مسلوق كمان، يعني ما في إلها وصفة معينة، هي حتى هلأ بستخدموها كبديل للأرز. عم بخلي شوي حتى أرجع أزين فيهم. رمان، هون عندي صنوبر مقلي رح أحط نصه وأخلي النص للتزيين. وبدخلها كمية جيدة من البقدونس، يعني تقريبا مش رح أقول زي التبولة بس إنه بدخلها كمية منيحة. هلأ هيك كفاية، إذا رجعنا بدنا نضيف منضيف. رح نخلطهم هيك خلطة خفيفة وبعدين نحط الصوص ونرجع نخلط. تقدروا تحطوا لها خيار، تقدروا تحطوا لها أي شيء أنتم بتحبوه، أفوكادو كتير زاكي معاها كمان. فما في إلها يعني وصفة ثابتة، متغيرة وصفتها حسب الرغبة. اوكي هلا صارت جاهزه، بنقدر نبلش نحضر بالدريسنج. بس خليني ازيد باقي البندوره، حاسستها بتتحمل. نخلط وهلا الدريسنج.
بالنسبة للدريسنج رح نحط أول شيء زيت زيتون، بتاخد كمية جيدة من زيت الزيتون زي التبولة، حتى أكتر طبعاً. هي زيت الزيتون، عصير ليمون، رح نحط كمان شوية من دبس خلي البلسمك، وإذا مش موجود تقدر تحطوا دبس رمان، بما إنه فيها حب رمان بالبقى لها كمان دبس الرمان. ملح، فلفل أسود، وهلأ رح أضيف كمان على الخضار اللي مع الكينوا، نسينا نحط البصل الأخضر، خلي كمية منه برضه. نخلط مقادير الدريسنج مع بعض ومنضيفها على السلطة. ومنقلبهم كتير منيح مع بعض. نتأكد إنه وصل الدريسنج لكل أجزاء السلطة، حتى اللي تحت موجودين في أسفل الطبق لازم يوصلهم الدريسنج. ما بدنا ننسى نحرك على الكينوا اللي عنا على النار، عشان كمان أفرجيكم كيف عم بصير الوضع. هي بلشت، يعني كمية المي بتبلش تقل وبتصير تنفش حبوب الكينوا. هيك تمام، وصل لكل محل، في هون شوي مش واصل له، خلينا نخلطه مزبوط. هلا هاي صارت بديل جيد للأرز، كثير ناس صاروا يستبدلوا الأرز بالكينوا، فهي مش بس بالسلطات زي ما قلنا، تدخل كمان كطبق جانبي جنب الأكلات. هلا رح نجيب طبق التقديم. وهلا خلينا نجيب طبق التقديم. نبلش نسكب بالسلطة، وزي ما حكينا خلينا شوية رمان للوش حتى يضل مبين، مع إنه فيها كمية جيدة بس برضه بنرجع منزين فيها. هي طبعاً زي ما شفتوا بتشرب كمية جيدة من الزيت، فاسخوا عليها يعني أعطوها حقها بالدريسنج. النسبة الصحيحة للكينوا والمي هي يعني كمية واحدة من الكينوا لضعف المي، كوبين مي كوب كينوا، وهكذا إذا بدكم إنكم تضاعفوا الكمية. هيك بتوقع كفاية، خلينا نحط آخر معلقة. نرجع نزين بحب الرمان اللي عنا. شوية صنوبر مقلي. بس خليني أفرجيكم كمان كيف صار شكل الكينوا على النار. كل ما له كمية المي عم بتقل وعم تنفش الحبات. منضلنا بهاي الطريقة لحديت ما نوصل للنتيجة النهائية اللي شفتوني عم بشتغل فيها. وهيك صارت سلطة الكينوا جاهزة، خليني أحطها جنب الشوربة. هلأ بدنا نعمل شاورما الدجاج بطريقة سهلة بالفرن، رح نحطها ورح نعمل كمان معاها خبز الشاورما والتومية اللي هي بتيجي جنبها. بس بدي أطلع على الشاورما اللي بالفرن. أوكي، وهلأ رح نبلش أول شي بوصفة الخبز. هون عنا طحين، رح نحط عليه بيكنج باودر وملح، معلقتين زيت نباتي، ومي للعجن، ورح نحركهم مع بعض. رح أعجن بإيدي بدون كفة حتى ما تلزق العجينة بالكفة.
رح أخلطهم حتى يتجانسوا مع بعض. طبعاً تقدروا تعملوهم على الجهاز لو بتحبوا، بس مرات في هيك أنواع عجين منحب نعجنه على الإيد حتى نحس إنه زي أيام زمان، مش كل شيء سهل. بده شوية مي، هو تقريباً بياخد كوب. منضلنا نعجن بهاي الطريقة، كتير بسيطة العجينة. هو نفسه هذا بيزبط خبز شاورما، بيزبط خبز تورتية مكسيكي، لأنه هيك رح يطلع معنا شكله. فهلأ رح نسويه. بلشت تتماسك معاي مزبوط. رح أضيف شوية مي. منضلنا نعجن بهاي الطريقة. هو الصراحة رح أكمل عجن هون، لأنه بدي أفرجيكم بالضبط كيف طريقة العجن. بدها شوية مي لسه. منضلنا نعجن فيها حتى تتماسك العجينة كلها معانا. إذا حسينا إنه بدها شوية زيت ممكن نحط شوية زيت على الإيد، بس هي رح تنعجن إن شاء الله بدون شوية زيت زيادة. دائما لما بنعجن بنحاول نعجن بالكفة من تحت، من هاي المنطقة. نضلنا هيك نعمل حتى كلها تتماسك معانا. تلم كلها على بعض. العجينة بتصير جاهزة لما كلها بتتجمع على بعض، بتصير على شكل كرة. منحس إنه طبعاً صارت تمام. هيها بلشت كلها تلم وتتماسك. طبعاً لازم أكيد نكون متأكدين إنه السطح اللي عم نشتغل عليه نظيف، ما يكون وسخ. أي إشي بيلزق بالعجينة، لو كان في حتى نقطة ملح، نقطة بهارات، أي شيء ممكن يعلق فيها. منتابع بهاي الطريقة زي ما قلنا، بالكفة من تحت لحديت ما تتماسك معانا كلها. رح أحط نقطة زيت صغيرة على إيدي حتى أساعد إنها كلها تتعجن. وهاي من العجاين اللي ما منخليها تخمر طبعاً، لأنه ما فيها خميرة، فيها بيكنج باودر، فرأساً نقدر نشتغل فيها. بس بحب أريحها يعني 5 لـ10 دقايق قبل الشغل. حتى مرات شو بعملها على شكل كرات حتى ترتاح براحتها ونقدر نفردها. هيها هيك عجينتنا صارت متماسكة. كل ما عجناها أكتر كل ما كان أحسن، منفعل مادة الجلوتين اللي بالعجين وبصير معانا نتيجة أفضل لما بنخبز المخبوزات. هيك بستأكد إنه كله ملموم مع بعض، ونقيم أي شيء لازق. بدي أروح طبعاً أغسل إيدي. لازم نحطها بوعاء أو بكيس نايلون ونخليها ترتاح بس 10 دقايق. أنا محضرة عجينة، بدي أنظف شوي قدامي وأطلع الجاهزة. هلأ بدنا نبلش نمد بالعجينة المرتاحة عنا، شكلتها على شكل كرات بهاي الطريقة. نبلش نمدها قدامنا. لساتنا بوصفة الخبز، خبز الشاورما. ناخد من النص، نحاول نمدها شوي شوي. نحاول نضلنا على شكل دائرة، بس إنه نكبر الدائرة. تقدروا تعملوها طبعاً بالحجم اللي بدكم إياه، يعني ممكن تعملوها تكون قطعها أكبر أصغر زي ما بتحبوا. هيك صارت جيدة. هذا السمك اللي بدي إياه. بنكون محمين المقلاية كتير منيح حتى نقدر نبلش بالخبز. بسم الله نحطها. بنحاول هيك نضغط شوي بالإيدين، بس طبعاً بدكم تديروا بالكم. نستنى عليها حتى تتحمر وبعدين نقلبها على الوش الثاني. بدي أنظف وأبلش أحضر لتتبيلة الشاورما. هلأ بالنسبة لتتبيلة الشاورما كتير بسيطة.
أول إشي بدنا نعمله بدنا نجيب صدور الدجاج مقطعة لتقطيعة الشاورما بهاي الطريقة، وبدنا نتبلها بكل الأشياء اللي عنا وندخلها بصينية على الفرن. يعني هاي طريقة الشاورما مختلفة، مش على المقلاية، رح نعملها بالفرن بطريقة كتير بسيطة. نحط عليها أول شيء لبن زبادي، خبزتنا صارت جاهزة، بدها كمان دقيقتين ونقدر نقلبها. هاي لبن الزبادي نحط عليها سماق، ثوم، كاتشب، هون عندنا بهارات شاورما موجودة خلطة بالسوق، إذا ما عندكم إياها فيكم تحطوا أي خلطة بهارات أنتوا بتحبوها، شوية عصير ليمون. أنا هيك رح أشيل الخبزة، شوفوا كيف صارت. هلأ بنتركها على جنب مع اللي حضرناهم حتى إنها ترتاح وترجع تهبط. حطينا البهارات، كاتشب زي ما حكينا، والسماق، وهلأ حطينا كمان بدنا نحط سوري زيت نباتي. حطينا عصير الليمون، ضل الخل، وهيك تقريبا التتبيلة صارت جاهزة. بدنا نحركها كتير منيح مع بعض. بفضل انكم تنقعوا هاي النقعة من قبل بيوم، يعني اذا عندكم مجال انكم تعملوها من قبل بليلة يعني كتير منيح، تغطوها بالنايلون تخلوها بالتلاجة. تاني نهار بس بتحطوها بصينية فرن، بتدخلوها على فرن حرارته 200 على العالي لمدة 3/4 ساعة مع التقليب، يعني كل فترة بكم تطلعوها تقلبوها شوي حتى ما تنزل سوائل وتلزق على بعض، ونضلنا نحركها ونرجعها على الفرن. هلأ رح أحط هاي بالتلاجة. أنا طبعاً في عندي شاورما محطوطة بالفرن فرح نطلعها بعد شوي، بس نعمل التومية كمان. هاي الشاورما صارت تمام، كمان خلينا نجيبها. ريحتها بتشهي من السماق واللبن. هيها جاهزة، رح أبلش هلأ أحضر بصوص التومية اللي بده يجي جنبها ونبلش نطبق بالوصفة. هلأ بدنا نخلط مايونيز مع لبن زبادي كمية متساوية. هاي أسرع تومية بتنعمل، في طبعا أنواع تانية بتنعمل بالزيت، في أنواع بالنشا، في أنواع بس بالتوم، فهاي أسرع وحدة. نخلطهم مع بعض كتير منيح، نزيد بس شوية صغيرة طبعاً، وبدنا نحط عليهم رشة ملح، نقطة عصير ليمون. هيك التومية صارت عنا جاهزة. هلأ بدنا نبلش نطبق بالطبق، ونجيب صحن التقديم، نحط التوم بالنص. شايفين كيف كثيفة؟ لأنه المايونيز كمان مكثفها، فإذا حطيتوا كمية متساوية من اللبن الزبادي والمايونيز مع قد ما بدكم توم، يعني إذا بتستحملوا التوم بتكتروا، ما بتحبوه كتير تقدروا تحطوا بس سن أو سنين حسب الرغبة. وهلأ بدنا نحط الشاورما على الأطراف. نحط النص الثاني، خلي بالنص فاضي حتى نقدر نحط التومية. هلأ رح نحط التوم بالوسط، بنحاول نزين بشوية هيك بندورة. طبعا بدنا نقدمها مع التوم مع الخبز وأكيد مع مخلل الخيار، ما بتزبط الشاورما بدون مخلل الخيار. ودائما الشاورما الدجاج بنقدمها مع الصوص التومية، واللحمة بنقدمها مع صوص الطحينية، هيك بطلع كتير زاكي.
شوية بصل أخضر حتى نكسر اللون. هون عنا فاضي، كتر الدجاج. وهلا آخر شي بدنا نحطه هو مخلل الخيار، فبنقدر بعدين نصير نلف كل ساندويتش بالخبز اللي عملناه مع كل هاي الأشياء جوا. هيك صارت شاورما الدجاج مع صلصة التومية جاهزة، رح أحطها على الطاولة وأحط معهم خبز الشاورما. هلأ رح ننتقل لوصفة الحلو، رح نعمل كرات السميد بالشوكولاتة. هلأ بالنسبة للسميد اللي مستعملينه هون، هو السميد اللي شوي خشن، وهون في عندي زبدة وفي عنا حليب بودرة. اللي رح يصير إنه بدنا نحط الزبدة على النار ونحمص السميد مع حليب البودرة على النار. نحط أول إشي الزبدة، مية جرام من الزبدة، وهلأ منحط عليهم السميد ومنحركه شوي لحديت ما يصير لونه على شقار شوي، وبعدين مننزل الحليب البودرة عليهم. سميد، وصفة كتير سهلة، طعمها بشهي، حلوة شكلها للضيافة، بتزبط للعيد أو لغير العيد، دايما موجودة تكون على موائدكم. عن جد وصفة كتير كتير رح تنبسطوا عليها. ننطول بالنا شوي عليه حتى شوي ياخذ لون، وندير بالنا انه النار ما تكون كتير عالية، خليها نار متوسطة حتى ما ينحرق معنا. هلا بعد ما بلش السميد يتلون شوي معنا يشقر، بننزل عليه حليب البودرة، لانه حتى حليب البودرة بدنا اياه يتحمص على النار. نضلنا نحرك فيهم حتى ينخلطوا مزبوط، ما منحمصهم لدرجة إنه نحرقهم، بس بدنا إياهم ياخدوا لون بسيط. هلأ بعد ما يبدوا يتحمصوا ضل نضيف مقدارين الحليب المكثف المحلى وشوكولاتة الدهن. رح نزيد الحليب وهم على النار، نحاول ننزل كل الكمية اللي عنا. مع التحريك المستمر نضلنا نحرك فيهم ومنضيف عليهم كمان الشوكولاتة الدهن. هلأ بنقدر نشيلهم طبعا عن النار خلاص حتى ما يحترق معنا السميد. هلأ بدنا نقلبهم كتير مزبوط، نتأكد إنه كله انخلط مع بعض. طبعا هلا بتكون كتير سخنه، ما بنقدر نكورها وهي بهاي المرحله، لازم ندخلها شوي على ثلاجه حتى تصير هيك قوامها زي، يعني بتكون سميكه، بتصير زي المعجون ونقدر نشتغل فيها. هلا بلشت كل العجينه تلم على بعض، راح احطهم بالبول الازاز ونكمل خلط بالايد.
هاي الوصفة من الوصفات اللي رح ينبسطوا عليها الصغار إنهم يساعدوكم فيها بالمطبخ. فاللي عنده أطفال يعني بين عمر 5 سنين وفوق رح ينبسطوا إنهم يساعدوكم فيهم. هلأ لما بتخلطوهم بالإيد ديروا بالكم طبعاً لأنها بتكون العجينة كتير سخنة، فبس انتبهوا إنه تخلطوها مظبوط كله يتجانس. نتأكد إنه الحليب المكثف وصل لكل حبات السميد اللي عنا وكمان الشوكولاتة. يعني هلأ شايفين إذا بعمل هيك نقدر نكورهم، بس بفضل إنهم يقعدوا شوي بالتلاجة حتى يصيروا أجمد ونقدر نتحكم فيهم أكتر. أوكي هاي الخلطة رح أدخلها 10 دقائق على التلاجة وأشتغل بالجاهزة. هلا رح نشتغل بالعجينة الجاهزة اللي عنا. زي ما ملاحظين كيف قوامها، بقولكم بيكون سميك بعد ما تبرد تقريبا 10 دقائق لربع ساعة بالتلاجة. كتير سهل هلا تطبيقها، ما بدها إشي. بدنا نعملهم على شكل كرات ونغطهم بجوز الهند وبعدين نحطهم بالأكواب الصغيرة اللي عنا. تقريبا نعمل هيك حجم هيكون متوسط، ما تكون كتير كبيرة. نكورها بهاي الطريقة. نحطها بجوز الهند ومنجيب الورق اللي عنا بهذا الحجم حتى يكون متناسق، ومنحطهم مع اللي محضرينهم. خلينا نعمل كمان. إذن كرة بهذا الحجم على جوز الهند. تقدروا كمان لو حابين إنكم تغطوهم بمثلا لوز مطحون أو جوز مطحون برضو بيطلعوا زاكين. بنحطهم مع اللي حضرناهم كمان. على جوز الهند وعلى الورقة. وهيك كرات السميد صاروا جاهزين. بتمنى انكم تجربوا الوصفة، وصفة بسيطة وكتير زاكية. هلأ بدنا نحضر برجر الدجاج بطريقة كتير طيبة مع صوص الأفوكادو. عشان نعمل البرجر أول شي بدنا نحط صدور الدجاج على محضرة الطعام. خلينا نسوي تقريبا صدر. على فكرة كل صدر بعملنا 2 برجر حجم متوسط، يعني مش كتير كبيرة. إذا بدكم إياها كتير كبيرة كل صدر بعمل وحدة. رح أحط معاهم هون في عندي توست عادي، خبز توست نازع الحواف تبعونه. هاي إيدي نظيفة، هاي اللي عليها جاج، ما بدنا نمسك نفس الخبز بنفس الايد. بدنا نحط شوي من خبز التوست. فيها اشي تاني شوي غريب اللي هو حليب، حليب سائل. بدنا نحط شوي، وهدول الاشياء التانية رح احطهم بعدين. رح احط معاهم كمان بصلة وملح وفلفل. هاي ملح فلفل، ونبلش نخلط. إذا حسينا بده كمان خبز منزل. رح أشوف قوامه إذا بده كمان إشي. بتحمل كمان شوية خبز. رح نحط كمان من فتات الخبز اللي هو البريد كرامز الفريش. كمان مرة نخلط.
هلا باقي كميه الخبز اللي عندنا رح نستعملها كتغليفه للبرجر كمان. هيك صار الوضع منيح. رح نشيل محضرة الطعام، ناخذ هذا الوعاء ونحط فيه الدجاج، ندير بالنا دائما من القطع الحادة اللي بتكون بمحضرة الطعام. هلا اذا كان عبارة الخلطة عن دجاج مع بصل مع شوية بريد كرامز فريش اللي هو خبز التوست منزوع الخواف، واخر شيء حطينا ملح وفلفل، واهم شيء حطينا برضو بالمكونات كان شويه حليب، الحليب برضو بيطريها كتير. هلا بدنا نعمل حجم زي ما بدكم الحجم، ممكن هون احنا عاملينه كبير، ممكن نعمله هون اصغر شوي، نعمله تقريبا بهذا الحجم. خلينا نعمل تنتين يكونوا نفس الحجم. هاي وحده بتحسوها شوي طريه، بس بليز ما ترجعوا تزيدوها طحين او شيء ثاني حتى ما تطلع كتير قاسية. هلأ بنرجع منغلفها بخبز التوست فبترجع بتتماسك. هلأ بالنسبة لخبز التوست اللي زاد عنا هون، بدنا نحط عليه شوي من جبنة البارميزان، نقدر نحط كمان بالخلطة جوا شوي من بودرة التوم، برضه بنقدر نحطه كله بالخلطة جوا، وملح وفلفل. هي فلفل شوي، شوية ملح، ممكن كمان رشة بابريكا. مش غلط نرجع نحط منهم على فكرة على الدجاج، خلينا نحط هيك رشة من البهارات ونرجع من شكلهم. شوي من البابريكا وبودرة التوم وجبنة البارميزان، وهي هدول كمان عنا صاروا جاهزين. نرجع نلبس كفوف نضاف ونبلش نغلف فيهم. أوكي هلأ بدنا نبلش نشكل بالأقراص مرة تانية عشان زدنا عليهم بهارات، نخلطهم. كتير المزيج بيكون طري ولزج، بس معلش لأنه بدنا نرجع نغلفه بالخبز فرح يتماسك. هلا متأكد إنه هون كل شيء مخلوط صح، ومنبلش نغلف فيها بس بهاي الطريقة. بدنا نتوك أي شيء زايد من الخبز، ما بدنا إياه يكون زيادة، بس بدنا يعمل زي هيك قشرة أو غلاف. هيك صار تمام. خليني أطلع سنية الفرن. الحلو بهاي الوصفة كمان إنه بتتحضر بالفرن، ما في داعي إنه نقليها أو نعملها على الجريل، بس بدنا ناخد معلقة من الزيت النباتي نحطه تحت، نقدر ندهنها بهاي الطريقة، نحط عليها البرجر. تعملوا تخنها زي ما أنتوا بتحبوا، أرفع من هيك هذا التخن زي ما بتحبوا. نعمل الثانية ومندخلهم على فرن حرارته 180 درجة لمدة 20 دقيقة بالكتير، لأنه طبعاً بعرف إنه الدجاج مرات الناس بتخاف إنه ما ينضج، بس هو بنضج أكيد بـ20 دقيقة، إذا حطيناه أكتر من هيك بينشف. هاي البرجر الثانية صارت جاهزة. هلأ هدول مندخلهم على الفرن لمدة 20 دقيقة. خلينا نبلش بالجاهز بس ننظف شوي قدامنا. وهلأ بدنا نعمل صوص بيجي مع برجر الدجاج كتير طيب، اللي هو صوص الأفوكادو. رح نحط الأفوكادو اللي عنا، هدول ما بدنا إياهم، بس عشان أفرجيكم كيف لونهم ضلوا أخضر، كيف اللون ضلوا هيك أخضر معانا، عصرنا عليهم بس عصرة ليمون. وهلأ هون عنا لبن زبادي، هلأ المايونيز،
الأفوكادو بس كنا يعني مقشرينه وهرسينه بدون أي شيء. هلأ نحط عليهم ملح وفلفل وكمان عصرة ليمون. هاي عصرة ليمون نخلطها كتير منيح لهاي الخلطة. وهلأ منبلش نطبق بالساندويتش. أوكي. هلأ منجيب كل قطعة خبز. دايما إحنا منقول إنه لما يكون عندنا خبز نستعمل سكينة مسننة حتى نحافظ على قطعة الخبز بطريقة صحيحة. بدي أخليهم هيك مفتوحين. هاي في كمان وحدة نفتحها. طبعا لازم الخبز يكون طازة حتى ينقص معنا بالطريقة الصحيحة. هاي الأخيرة. هلأ بدنا نحط كل قطعة برجر بالخبزة وفوقها من هذا الدريسنج، وبس بدنا نحط عليها شوية جرجير وبندورة. يعني هاي مش من البرجرز اللي بدخلها كتير مكونات، لأنه طبعا هي غنية جدا كبرجر كدجاج، وغنية كصلصة بالأفوكادو، فما في داعي كتير نكتر معها أشياء. نحط البرجر، بعدين ناخد شوي من هاي الصلصة بنحطها على البرجر، سلايس من البندورة وقطعة جرجير. نقدر حتى نفتحها كلها الصراحة تطلع أحلى. نحطها هيك. وهلأ رح نعمل كمان وحدة نفس الخطوات. أول إشي بنحط برجر الدجاج، فالأفوكادو، بندورة، جرجير. وإذا أنتوا كتير بتحبوا المخلل مثلي، أنا كتير بحب المخلل، نقدر نحط شوية مخلل خيار. رح أحطهم هدول. خلينا نحط الأصغر. البرجر الأخيرة اللي عنا. هلأ إذا صغرتوهم عملتوهم صغار طبعاً بدكم تعملوا تناسق وتجيبوا خبز أصغر تصغروا كل إشي تاني، برضو بيطلعوا حلوين لو عملناهم ميني. شرشير مخلل. هلأ رح نحطهم مع البطاطا المقلية اللي حضرناها. لازم تجربوا هاي الوصفة عن جد. الأفوكادو يعني هو في هيك شغلات بنحسها مرات بيلبقوا على بعض، الأفوكادو والدجاج كتير طعمهم مع بعض زاكي. إن شاء الله إنكم بتجربوها. وهيك صار برجر الدجاج مع الأفوكادو جاهز معنا. هيك منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. عملنا شوربة كريمة الفطر، سلطة الكينوا، عملنا شاورما الدجاج بالفرن مع خبز الشاورما، كرات السميد بالشوكولاتة، وآخر شي برجر الدجاج مع صلصة الأفوكادو. استنونا بكرة في نفس الموعد مع وصفات جديدة. إلى اللقاء.